نسوار درعا والجبهة الجنوبية. هني كل إنسان حر وشريف، كبير صغير، طفل شيخ مرا شاب، ضل مخلص ومآمن بقيم الثورة وقيم العدالة. الثورة هني كل إنسان ما طالب بقتل الآخر أو الانتقام منه على أساس ديني أو طائفي أو عرقي، ما حرض على القتل. الثوار هن الأم يلي إذا طبخت طبخة بتتذكر الجندي يلي مرابط على الجبهة ليدافع عن سوريا ضد النظام وضد النصرة وضد داعش وضد كل هالفصائل يلي عم تحكي عنها. الثوار هن الشاب يلي ترك مدرسته ورابط على الجبهة لأنه مؤمن بمستقبل سوريا ومؤمن بالحرية. تعرف مين هن الثوار يا سيادة المحقق؟ الثوار هن العسكري اللي طارت رجله على الجبهة وضل مصمم إنه يكمل وما يترك مكانه. تعرف ليش؟ لأنه الثورة مأصلة فيه تأصيل، ولأنه داق طعم الحرية وما ممكن يستبدله بأي طعم آخر ولأي سبب إن كان. هدول هن أيادي، هدول هن أصحاب الأيادي البيضة يلي قادرين يبنوا مستقبل سوريا. أنا بأكد لك على هذا الشيء لأنه بدهم مستقبل لأولادهم بسوريا مو بأي مكان آخر.